اهلا بكم من جديد. من مجريات اليوم في مصر كانت الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين بقتل الأنبا أبي فينوس كبير ورئيس دير أبو مقر. فاكرين هذه القضية اللي خدت مننا كلام كتير جدا. النهاردة كانت الجلسة الثالثة. من أهم ملامح الجلسة الثالثة ظهور المتهم الثاني بالقتل الراهب الذي لا يزال راهبا الراهب فلتأوس. هو اللي على الشمال، يعني الصورة اللي على اليمين دي المتهم الأول بقتل الأنبا أبي فينوس الراهب أشعياء، اللي هو كان الراهب أشعياء، ودي الصورة اللي داخل بيها فلتأوس إلى المحكمة، لأنه زي ما أنتم عارفين كانت هناك كما قيل محاولة ل يعني محاولة انتحار، وكان في مستشفى القصر العيني لمدة فترة طويلة أو حتى هذه اليوم. النهاردة تم إيداعه مستشفى سجن برج العرب بعد المحكمة، بحيث أنه يكون في مستشفى السجن. الحقيقة في تفاصيل كتير، لأن كان في شهود النهاردة في المحكمة، في شهود إثبات تم استبعادهم. شقيقة فلتأوس كانت موجودة، طبعا أشعية وفلتأوس أنكرا تماما أمام المحكمة أن هم يكونوا من قاموا بالقتل. خلينا ناخد شاهد عيان من داخل المحكمة وهو يتحدث معي، كما اتفقنا معه على أنه شاهد عيان على ما جرى في المحكمة، لأنه المستشار ميشيل حليم محامي المتهم الثاني فلتأوس لا نتحدث معه هنا كمحامي لمتهم، ولكن يقول للرأي العام ما رآه وما سمعه في المحكمة اليوم. أهلا بك يا فندم. أهلا دكتور محمد، حياتي يا فندم. أهلا بك. يعني أهلا بك. أنا كنت بقول إن إحنا يعني وحضرتك كما اتفقنا يعني بتنقل لنا ما جرى، يعني لا تتحدث معنا الآن كمحامي لأحد المتهمين، ولكن أنت كنت شاهد على ما جرى اليوم. التفاصيل الجلسة كانت إيه يا فندم؟ هو إحنا الجلسات اللي فاتت كنا طلبنا بعض الرهبان اللي النيابة جعلت منهم شهود إثبات في الواقعة، وده أنا كنت طالبين نناقشهم على بعض الأمور، منها إن هم كانوا قالوا في أقوالهم بيتسألوا إيه رأيكم في تحريات المباحث، ان المتهم الاول ارتكب الواقعة والمتهم الثاني شاركه، فقالوا ايوه احنا بنصدق على تحريات المباحث. تمام. بعض الرهبان مش كلهم. فاحنا يعني طلبناهم للجلسه بمناقشتهم، ده كان بناء على طلبي وعلى طلب محامي المتهم الاول. فبالفعل استجابوا وحضر اليوم، وحضر معاهم سكرتير البابا تودروس اللي وجهنا له بعض الاسئله بخصوص الخصومه القائمه بين او ده القصه انجيلوس انجيز بالظبط كده. الخصومه القائمه بين بعض رهبان دير ابو مقار، واللي بيها لو في خصومه او في اختلاف ده مجروحه، يعني ده اللي تقصده، اللي هو الخلاف ما بين ما يسمى بابناء الانبا شنوده وابناء الاب متى المسكين. بالظبط يا فندم، بالظبط. تمام. فاستكمالا لهذا الحديث معاهم، كنا طلبنا عايزين نواجه يعني نقارن بين اقوال الرهبان اولا، اقوال الرهبان اولا في اول الامر قالوا احنا ما شفناش حاجه خالص، ثم عادوا بعد كده قالوا لا ده احنا بنقول احنا بنصدق على تحريات المباحث. فاحنا واجهنا هم كلهم قالوا ان هم عرفوا بخبر القتل وتفاصيله سماعي. بس اول مره كنت اشوف ان يتسال شاهد او يتسال بعض الشهود اللي ما شافوش حاجه عن رايهم في تحريات المباحث. تمام. ما شفناش قبل كده خالص. دي ما شفناش. تمام. فجي بعد كده يا فندم هم انكروا بقى الكلام، قالوا احنا الخصومه، انا بسالهم عن الخصومه الخاصه بموكلي مع المجني عليه، كان ايه الاختلافات اللي بينهم؟ بين المجني عليه وموكلي المتهم الثاني، لان موقفه يختلف عن المتهم الاول. انا ما بتكلمش عن المتهم الاول لانه انا مش محاميه. انا كنت كان كل سؤالي عن المتهم الثاني، قالوا ان من سنتين كان نقلوا من مكان لمكان. نقلوا من مزرعه الزيتون. بالظبط كده. فسالتهم هل هو من سنتين افتقر يشترك في قتله سنه 2018، وهل كانت الخصومه لسه قايمه؟ انكروا، قالوا لا ما كانش في خصومه لسه قايمه ولا حاجه، نرجعه ثاني مزرعته وما كانش في اي خصومه. فسالتهم وهل الخصومه تستدعي
التوجه للقتل او الاشتراك فيه، اللي منهم انكر تماما واللي منهم اللي قال لا ما تستدعيش واللي منهم قال. انا قلت الكلام ده لما شفت المتهم الاول بيمثل الواقع، وانا بقرر ان موكل المتهم الثاني اثناء تحقيقات تمام تمسك تماما بالانكار، وما كانش هو عمره ما اعترف ولا قال ان الكلام ده خالص ان هو اشترك فيه. طيب الجلسه النهارده في المحكمه استمعت كام شاهد يا فندم؟ هو احنا فوق مطالبين 6 رهبان، ولما الرهبان غيروا اقوالهم وكلامهم خالص ونقروا صله المتهمين او المحكمه استبعدت يعني ما قالوهاش بنفس الطريقه اللي بتاعت تحقيقات النيابه، المحكمه اتفقت ب4 بس مش تسمع الاثنين التانيين، احنا حتى استبعدناهم. طب دار كلامهم يعني دار نقاش ما بين القاضي والمتهمين، يعني اتكلموا المتهمين النهارده؟ بالظبط يا فندم بالظبط. هو بالنسبه للمتهم الاول قال شويه تصريحات انا ما اقدرش اقولها لاني لو قلتها هي هتشيع فتن. فتن ايه يا فندم؟ هي كانت الجلسه في غرفه المداوله ولا في القاعه؟ بالظبط في غرفه المداوله. طيب خلاص من بدايتها يا فندم. ده بالنسبه للمتهم الاول. اما موكل المتهم الثاني تمسك بالانكار وواجه واحد من الشهود هو كان على خلاف معاه. يعني المتهم الاول انكر انه ارتكب الجريمه وقال قصه مختلفه النهارده خالص تاني، يعني قصه ما ينفعش ان انا احكيها. طب لا دي نسمعها منك بعد الهوا بقى يا استاذ ميشيل. نسمعها منك بعد الهوا. اما المتهم الثاني فهو على نفس موقفه وقال ان هو ما يعني حتى كان في واحد من الشهود قال له انت كنت في مشاده بيني وبينك قبل كده وفي خصومه بيني وبينك وانت شهادتك مجروحه ضدي. المحكمه كانت منتهى الرأفه مع المتهم الثاني موكلي، وحتى يعني كان يحتاج عصير اثناء تواجده الجلسه. الجلسه طولت حوالي 5 ساعات. هو حالته الصحيه يعني تقدر تقول لنا عنها ايه يا فندم؟ هو ما فيش اي عنده مشكله تمام غير كسر في العمود الفقري من اثر ما هو احنا الصوره يعني. هو دخل على يعني على دخل محمولا يعني بالظبط كده يا فندم. المحكمه بخصوص حضوره طلبت مد فريق من الطب الشرعي ينتقل ليه مستشفى القصر العيني عشان مش هو يقدر يجي ولا ما يجيش يعني عشان يحسم ذلك الامر. تمام. في نفس الوقت توكلت انا توكيل ثاني خاص اللي بيه حسب قانون الاجراءات الجنائيه الجديد اقدر ان انا احضر نيابه عن موكلي غير وجوده يعني. لكن جه تقرير الطب الشرعي قال ان هو جائز انه ممكن يحضر بس تحت رعايه طبيه وبنفس الرعايه الطبيه والعنايه الطبيه اللي هو كان موجود فيها في عربيه الاسم. والحقيقه المحكمه فكت الكلاشات من ايده اثناء تواجده وكان يعني كان معامله طيبه. هو تم ايداعه الان في مستشفى سجن العرب. وده يا فندم لحكمه من المحكمه لان الجلسه الثانيه يوم الخميس. يوم الخميس الجاي ان شاء الله. مش هيبعت الجمهور من القاهره يرهق لي وهو تعبان يعني، ده رحمه ده رأفة تنبيه يعني. بالظبط. بشكرك استاذ ميشيل حليم المحامي.